اليوم ان شاء الله رب العالمين راح نتكلم عن تشابتر 2 اللي هو عن السيركت اليمنت. وسيركت اليمنت تقسم الى قسمين. اول شيء اللي هو راح تسمى عندنا الاكتيف اليمنت، و الاكتيف اليمنت اللي هي زي الفولتج سورس او الكرنت سورس، والباسيف اليمنت. الاكتيف اليمنت اللي هي هاي بتكون اولويز بتكون سبلاي. الاكتيف اليمنت اللي هي بتكون زي دائما بتكون ايش؟ سبلاي. والباور بتكون عندها ايش؟ نيجاتيف. لكن الباسيف اليمنت زي الريزيستر والاندكتر. طبعا الاندكتر اللي هو ستور ماجنتيك انرجي، والكابستر اللي هو ستور تشارج اور الكتريكال انرجي. هذا هو الفرق ما بين الاكتيف اليمنت والباسيف اليمنت. برجع بقول انه الاكتيف اليمنت اللي هي اللي بتزود الدائره مثل الكرنت سورس والفولتج سورس. هذا عباره عن الكرنت سورس دائما راس السهم ايش بكون؟ بوزيتيف، وديل السهم بيكون نيجاتيف. الان راح نجي للفولتج اند كرنت سورس. اشكال الفولتج والكرنت سورس راح تكون بهذا الشكل. في عندي لما يكون على شكل مربع بيكون ديبندنت سورس، بمعنى اخر انه بيعتمد على متغير اخر، وهذا هو ديبندنت كرنت سورس وهذا ديبندنت فولتج سورس. ولما يكون على شكل دائره بيكون اندبندنت كرنت سورس، يعني بمعنى كلمه اندبندنت بمعنى اخر انه مستقل لا يعتمد على 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 شيء. الاكزامبلز الاول بيقول لي اي دائره من هذه الدوائر صحيحه. الدائره الاولى صحيحه لانه عندنا هنا فولتج سورس، هذا قيمته انه ال V equal 10 فولت، وهنا ال V equal 10 فولت. اضف الى ذلك انه البولاريتي بوزيتيف مع بوزيتيف ونيجاتيف مع نيجاتيف، فبالتالي راح يكون عندي الدائره صحيحه 100%. لو عكس البولاريتي لاي بطاريه منهم ما راح يكون في عندي دائره، او الدائره راح تكون غير صحيحه. الان كمان هذه الدائره صحيحه، السبب في ذلك انه في عندي هنا كرنت سورس وهنا كرنت سورس، واذا بنلاحظ انه الدائره او الكرنت سورس اللي مار في الدائره هو ايش؟ او الكرنت اللي مار في الدائره هو ثابت، هنا 5 امبير وهنا 3 امبير. لو اعطاني هنا الكرنت قال لي 3 وهذا 5، بقول الدائره ايش؟ غير صحيحه. والسبب لانه الدائره عندي عباره عن 1 لوب، هذه الدائره 1 لوب، فبالتالي الكرنت راح يكون فيها ثابت. الان لما نجي نقارن الدائره A مع الدائره C راح نلاقي انه في اختلاف. الان اوكي البوزيتيف مع البوزيتيف، وهنا النيجاتيف مع النيجاتيف، لكن هنا عندي 10 فولت وهنا 5 فولت، فبالتالي الدائره غير صحيحه. لانه هاي الفولتج اللي هي 10 فولت مع ال 5 فولت they are in parallel، وفي حاله البارالل لازم ال V1 ايش تساوي ال V2، فبالتالي هذه لو سميناها V1 وهذه V2، فال V1 هنا لا تساوي ال V2، على العكس من هنا انه ال V1 ايش تساوي ال V2 على اعتبار انه هاي V1 وهاي V2. كمان هذه الدائره خطأ، والسبب في ذلك انه هنا الكرنت غير متساوي، لانه يفترض انه الكرنت يا اما يكون اثنين عباره عن 2 امبير، او يكونوا كلهم 5 امبير. هذه الدائره صحيحه، والسبب في ذلك انه هاي الدائره فيها كرنت سورس وفيها فولتج سورس، بمعنى انه هذا الفولتج سورس راح يمرر كرنت
ودائما الكرنت راح يمر من البوزيتيف تو ذا وير تو ذا نيجاتيف. الان الديبندنت سورس تقسم الى اربعه انواع. في عندي اللي هو السي سي سي اس اللي هو كنترول كرنت كنترول كرنت سورس كرنت كنترول كرنت سورس. هذا بمعنى انه بما انه بتكلم عن كرنت سورس فبالتالي هو راح يكون بهذا الشكل. بما انه بتكلم عن كرنت كنترول يعني هو كانه اي اي او اي اي اكس، يعني اذا الاي كانت 2 راح يكون 2 اي اكس، اذا الاي كانت 3 راح يكون 3 اي اكس. الثاني فولتج كنترول كرنت سورس، بما انه بتكلم عن كرنت سورس راح يكون بهذا الشكل. وهذا جاي لي فولتج كنترول، اذا اللي بتحكم فيه هو عباره عن الفولتج، فراح يكون مثلا الاي ايكوال مثلا اي في اكس. يعني هنا قيمه الاي تعتمد على البي اكس، والبي اكس اي قيمه في الدائره. اذا كانت البي اكس مثلا 5 بصير عندي 5 اي، اذا كانت البي اكس 4 بتغير الكرنت حسب قيمه البي اكس. الان هنا بتكلم عن الفولتج سورس، بس فولتج كنترول بما انه بتكلم عن فولتج سورس اذا راح يكون بهذا الشكل. فولتج سورس اذا في عندي بولاريتي بلس ماينس، بما انه عن فولتج سورس اذا البي هنا تساوي مثلا اي في اكس، وتعتمد قيمه البي على قيمه الفي اكس. هنا بتكلم عن فولتج سورس، بما انه بتكلم عن فولتج سورس راح تكون بهذا الشكل نيجاتيف بلس، بس كرنت كنترول اذا هنا بقدر اقول البي شو تساوي اي اي اكس. فبالتالي كل ما تغيرت قيمه الاي اكس راح تتغير ايش قيمه البي. اذا هم اربعه انواع: كرنت كنترول كرنت سورس، فولتج كنترول كرنت سورس، وفولتج كنترول فولتج سورس، و current control voltage source. الآن إذا بنلاحظ هذا عبارة عن بما أنه معطيني إياها تعتمد على Vx، إذا هذا عبارة عن إيش؟ voltage controlled voltage source. voltage هذا عبارة عن voltage source ويعتمد كنترول على البي اكس اللي هي ايش فولتج سورس. هذه قيمهم. دائما اهم شيء لازم نعرف انه بالنسبه للكرنت سورس سواء كان ديبندنت اور اندبندنت انه راس السهم راح يكون بوزيتيف و ديل السهم راح يكون نيجاتيف. الان لو جينا احنا لهذه الدائره هنشوف هذه الدائرة هنا معطيني الـ Vx. طبعا هذا independent source، هذا عبارة عن independent source. الآن هنا معطيني الـ Vx 5 فولت، وهنا الـ V للديبندنت عبارة عن 3 Vx. فلو جيت أحسب الـ Vs هنا راح تساوي 3 ضرب الـ Vx 5 وراح تطلع معي كم؟ 15 فولت. فهنا 15 فولت وهنا 5، فبالتالي الدائره هذه غير صحيحه، لانه الاصل انه يكون الفولتج هنا هو نفس الفولتج هنا. طيب هنا هذه الدائره صحيحه، والسبب في ذلك انه في عندي فولتج سورس وفي عندي كرنت سورس راح يمروا في الدائره. طيب نشوف الدائرة هاي، لو جيت أنا للفولتج هنا، هذا كمان في عندي current source و voltage source، فبالتالي راح تكون صحيحة. وهنا قيمة الفولتج ال Vs راح تساوي 4 في ال Ix اللي هي 2، فبالتالي ال V هنا راح تطلع معي 8 فولت. طيب هنشوف الدائرة هذه ليش خطأ. الدائرة هاي لو جيت أنا ال Ix كم عندي 2 أمبير، وهنا هذه وين على الاندبندنت سورس، لكن على الديبندنت كرنت سورس اللي هي الاي اس تساوي 3
مضروبه في الاي اكس اللي هي 2، فراح تطلع معي راح تطلع معي 6 امبير. فمستحيل دائره او وان لوب يمر فيها تو ديفرنت كرنتس، لانه هذا الكرنت عباره عن 2 امبير وهنا عباره عن 6 امبير، فبالتالي هذه الدائره غير 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 صحيحه. تفضل. 6 6 سي سي ليش صحيحه؟ ما فهمت. هاي يعني صحيحه. انت قلت اذا دبلناها. طيب شوف، دائما اي دائره، لو جيت انا مثلا جيت انا هنا رسمت دائره، هذا عباره عن كرنت سورس، هذا عباره عن في ماشي، وهاي مثلا ريزيستر ار، وهذا عباره عن كرنت سورس اللي هو اي. هذه الدائره صحيحه جدا. ليش؟ لانه هذا الفولتج، هذا الفولتج راح يمرر كرنت بهذا الشكل. معنى الاي هاي معناها انه هذا الفولتج كم بمرر كرنت، فبالتالي هذه معناها انه هذه الدائره عليها باور سبلاي اللي هو قيمته في، وهذه الدائره راح يمر فيها كرنت مقداره اي. فبالتالي اذا كان في عندي انا وان لوب وفيها كرنت سورس وولتج سورس، الدائره صحيحه جدا. ليش؟ لانه هذا الكرنت، هذا الكرنت سورس بقرا قيمه التيار، وهذا الفولتج سورس بيعطيني قديش الباور سبلاي اللي راح تشغل الدائره او قيمه الجهد المسلط على 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 الدائره. لكن لاحظ هنا هذه الدائره كمان لو تفضل تفضل سامع، لو كانت بالدي نفس ال الدي، لو كانت الدي دي نفس السي بال هاي قصدك صح؟ ايوه. بس لاحظ لو كانت نفس السي بال بس لاحظ هنا معطيني كرنت سورس وهنا معطيني كرنت سورس. يعني ما ينفع كاونت كرنت مع كرنت مستحيل، فولتج مع فولتج في حاله واحده. ايش هي؟ انه يكونوا متساويين، يعني فولتج مع فولتج انه يكونوا ايش متساويات. يعني متساوية. لما انا تكلمت عن هاي، لاحظ هنا 10 فولت وهنا 10 فولت، وكمان في شرط اساسي لازم تكون البولاريتي نفس الشيء. يعني هنا نيجاتيف بوزيتيف، هنا نيجاتيف بوزيتيف، يعني البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. ايوه فهمت عليك. ايوه لو جيت انا مثلا لهاي، لهنا هذا عباره عن ايش؟ هذا عباره عن فولتج سورس، لانه نيجاتيف بوزيتيف، وهنا فولتج سورس نيجاتيف بوزيتيف. لكن هنا الفولتج قديش؟ 5. هنا الفولتج سورس هو عباره عن 3، هي الثلاثه مضروبه فيه. قال لي في اكس، الفي اكس كم؟ 5. فكم راح يطلع معي؟ 15 فولت. الان اوكي، هو ربط الفولتج مع النيجاتيف مع النيجاتيف والبوزيتيف مع البوزيتيف، لكن هل الفولتج متساوي؟ لا مو متساوي. لا. فبالتالي ايش؟ الدائره غير صحيحه. نجي الان معطيني هنا اكزامبل، معطيني هنا اكزامبل، تقول فور ذا سيركت شون واتس ذا فاليو اوف في جي، واتس ذا فاليو اوف في جي از ريكواير ان اوردر فور ذا انتر كونكشن تو بي فاليد، ودي قيمه ال في ال في جي. طيب لو جيت انا الان لهذه الدائره، ما علاقه الاي بي مع الثمانية أمبير؟ الآن الثمانية أمبير نازلة والآي بي طالع، فبالتالي بقدر أقول هنا إنه الآي بي إيكوال سالب ثمانية أمبير. ليش؟ لأنها عكسها. طيب لو جيت الآن أطلع الفولتج هنا، يعني هاي مثلا أطلع الفي هنا، الفي هنا كم تساوي؟ آي بي، الآي بي كم قيمتها؟ اللي هي سالب ثمانية على 4، وكم تساوي؟ سالب 2. طبعا سالب 2 ايش؟ فولت. طيب لاحظ الان هاي بوزيتيف مع بوزيتيف وهاي نيجاتيف مع نيجاتيف، فبالتالي لازم لو سميت هذه مثلا في 1، لازم تكون الفي 1 ايش تساوي؟ تساوي الفي جي. ليش؟ بيكوز ذي ار
in parallel. They are in parallel. المقصود بكلمة parallel إن ال polarity. دكتور صوتك قطع شوي، عندك تسوي إعادة؟ طيب هيك واضح؟ خلينا نشوف الآن إنه الريكورد شغال. الحين واضح، بس قبل شوي الصوت قطع، فقطع تقريبا. طيب الآن أوكي. الآن خلينا أعيد السؤال. بقول لي for the circuit shown what's the value of VG، يعني we need to calculate the value of VG as required in order to in order for the interconnection to be valid. الآن شايفين قيمة الـ IP؟ هاي شباب إذا انكم سامعين كويس عشان أتأكد إنه الأمور كويسة. تمام تمام تمام. طيب شايفين قيمة الـ شايفين الـ IP وشايفين إيش؟ الثمانية أمبير. الـ IP والثمانية أمبير هل هم بنفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. فبالتالي بقدر أقول أول ملاحظة أو أول معلومة من الدائرة إنه الـ IP يساوي سالب 8 أمبير. طيب لو جيت الآن هذا dependent source، هذا dependent voltage source ويعتمد على الـ current، إذا قيمته الـ IP 8 سالب 8 على 4 تطلع معي كم؟ سالب 2 فولت. الآن بما أنه هذا الديبندنت فولتج سورس بارلل مع الاندبندنت فولتج سورس، لاحظ البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف، فبالتالي راح تكون معي الفي جي كم تساوي؟ سالب 2 فولت. سالب 2 فولت. واضح هذا؟ واضح واضح. طيب ممتاز. الان بعديها شو طالب المطلوب الاخر؟ بيقول لي for this value of VG find the power associated with the current 8 ampere. طيب هذا ال VG، هذا ال VG قيمتها 2 فولت، فبالتالي كمان هذه النيجاتيف هاي البوزيتيف ال V هنا راح يكون سالب 2 فولت. طيب هو طيب ليش سالب 2 فولت؟ لانه ال V هون نفسها نفسها. طيب وطالب هو الباور، الباور شو تساوي؟ اي في في. هو طالب الباور وين؟ على 8 امبير. فبالتالي قيمه الكرنت، لحظه انا ماشي مع الكرنت، قيمه الكرنت كم؟ 8 والفولتج سالب 2، فبالتالي كم راح تطلع معي؟ 8 بسالب 2 راح تطلع معي سالب 16 فولت. واضح؟ واضح. يعني هنا الباور ايكوال سالب 16 واط. الان في عندنا الالكتر الريزيستنس، الريزيستنس دائما بتعيق حركه التيار الكهربائي، بمعنى انه if the resistor increase the voltage increase and the current decrease. العلاقة ما بين الريزيستر شو تساوي؟ الفولتج اوفر اي، وهذا عبارة عن ايش؟ اومز لو. الان according to the اومز لو انه the relation between الـ current I and الـ V راح تكون إيش؟ proportional. يعني proportional يعني راح تكون طردي. والـ I and الـ R راح تكون العلاقة إيش؟ inversely، يعني راح تكون العلاقة إيش؟ عكسية ما بينه. طبعا بالنسبة لأومز لو، وهذه مهمة جدا، لحظة الآن هذا الـ terminal positive وهذا الـ terminal
نيجاتيف، ونلاحظ الآن اتجاه الكرنت دائما راح يكون from positive to the negative. إذا كان ماشي مع اتجاه التيار فال V شو تساوي؟ plus I R. وإذا كنت ماشي عكس التيار ال V شو تساوي؟ minus I في R. الآن هذا بعطيني أني أشتق أو أطلع قوانين جديدة بالنسبة للباور. الآن الباور كانت إيش تساوي؟ I في V، لكن نعرف أنه ال V according to the Ohm's law ال V شو تساوي؟ I في R، فبالتالي الباور شو تساوي؟ هاي I، ال V هو عبارة عن I في R، فصار عندي قانون للباور جديد اللي هو I square R. هذا قانون جديد للباور، وهذا كمان قانون للباور. كمان في عنا من هذه العلاقة بقدر أقول إنه الـ I شو تساوي V over R، فبقدر أقول إنه الباور تساوي الآن الـ I V over R ومضروبة في V، فراح أصفي عندي إيش؟ إنه الباور شو تساوي V في V V سكوير over R، وهذا كمان قانون ثاني للباور. الآن صار عندنا ثلاثة قوانين للباور، إما أن الباور equal I في V أو الباور equal I سكوير R or الباور equal V سكوير over R. هنا دائما الباور راح تكون positive، هنا الباور دائما راح تكون positive، هنا الباور ممكن تكون positive وممكن تكون negative، يعني ممكن تكون positive وممكن إيش يعني إما positive or negative. الآن هذا هو قانون الـ Ohm's law، إنه الـ Ohm's law يعني هون الـ V وهاي الـ I وهذه الـ R، هذا الـ R measured in ohm، هذا الـ V measured in volt، وهذا الـ current measured ان امبير. طبعا هذا الشكل هو عباره عن ايش؟ يكافئ اوم اللي هو ذا يونت اوف ريزيستر. الان في ذا ريسيبريكال اوف ريزيستر اللي هو كولد كوندكتانس اللي هي الموصليه، لانه ريزيستر مقاوميه العكس منها اللي هو الكوندكتانس. الكوندكتانس اللي هي جي ايكوال 1 اوفر ار. When the resistor increase the conductance will decrease. And the unit تبعها اللي هو إيش راح يكون؟ عبارة عن Siemens. هاي قانون الباور بهذا الشكل. نجي الآن لهذا السؤال. بقول لي for the circuit if VG معطيني هنا ال في جي عبارة عن 1000 فولت and الكرنت 5 ملي أمبير، find the value of R and the power dissipated in the resistor. الآن لو جينا نحسب part A نجي نحسب ال R، الآن ال V شو تساوي؟ I في R، ال V ألف فولت equal ال I 5 times 10 to the power minus 3 في ال R، فال R equal 1000 على 5 times 10 to the power minus 3. يعني خمس اللي هي لا مش خمس اللي هي تقريبا تطلع معي 200 times 10 to the power 3 او الار يساوي 200 ها وحط كيلو اوم. ايوه واضح. الان طالب كمان ايش هو الباور. الان الباور شو تساوي؟ v سكوير اوفر ار صح. الفي كم؟ في 1000 1000 تربيع على ار كم طلعت معي؟ 200 في 10 مستند.
كم تطلع معي؟ 10 واس 3 على 5 واط. 200 5 واط 5 واط. نجي الان لبارت بي. هاي بارت بي. بارت بي بقول لي اف الاي ايكوال 75 ملي امبير اند ذا باور ايكوال 3 واط فايند الفي جي اند فايند ار. يعني بقدر اقول انه حط القانون يساوي اي في بي صح؟ ايوه. اذا الباور 3 ايكوال الاي 75 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 3 في البي. اذا البي كم؟ 3 over 75 ال V equal 40 فولت مظبوط؟ ايوه. الان find the resistor. الان ال V شو تساوي؟ I في R. ال V 40 فولت equal ال I 75 times 10 to the power minus 3 في الR. معناها الR equal 5.33 ohm. طيب ودو الباور على الريزيستر شو تساوي؟ V square over R و equal 40 square over 5.3. ولاحظ كم طلعت 3 واط. هو كم عطاني اياها اصلا 3 واط. 3 واط واضح. الان نجي لبارت سي. معطيني الار 300 اوم والباور 45 فايند اي. كيف اطلعها؟ القانون البي تساوي اي في. ممتاز. الان السي تقول الباور تساوي اي في الباور 480 في 10 والسالب 3 تساوي. بس بدك تطلع الان عندي انا الاي مجهوله والبي مجهوله، فبالتالي بقدر استعمل قانون أيوه. ثاني غير الباور صحيح؟ غير هذا القانون صحيح. بقدر استعمل تيجي تقول بي تساوي بي على ار. لا بقدر استعمل اي سكوير ار صح؟ بصير ولا ما بصير؟ الباور تساوي I سكوير R صح. الآن هاي I سكوير ال R معطيني إياها كم؟ 300. الآن مباشرة ال I جد أوت أوت جد أوت أيوة ال 100 جدر الأنسة صح؟ فال I تطلع إيه يطلع الجدر. أيوة لازم أطلع الجدر 0.4 امبير. طيب وده طلع الفي. الفي شو تساوي؟ اي في ار صح؟ فالفي كم تساوي؟ الاي ايوه. طلعت 0.4 تايمز الار 300. فالفي راح يطلع معي ايش؟ 12 فولت. وضحت؟ واضحه. طيب هي الريزستر مثل ما طلعناهم وهي البي طلع معي 12 فولت. الان في عندنا شيء مهم جدا اللي هو الكيرشوف لو. كيرشوف لو او كيرشوف له قانونين، واحد خاص بالكرنتس وواحد خاص بالفولتج. اللي خاص بالكرنت اسمه كي سي ال اللي هو كيرشوف كرنت لو، والفولتج كي بي كي بي ال. فبالتالي كيرشوف عنده كي سي ال وله كمان قانون ثاني اسمه كي في ال.
الكي سي ال اللي هو بقول the sum of the entering current equal the sum of leaving current. يعني الكي سي ال بقول انه summation لاي ان equal دائما summation لاي اوت. بمعنى لو كانت عندي انا هذه junction وداخل عليها اي 1 وخارج منها اي 2 وخارج منها اي 3، على قانون الكي سي ال انه مين الداخل على الجنكشن هذه، بس انتبه للاسهم اي 1 ايش يساوي اي 2 بلس اي 3. هذا هو الكي سي ال بالذا الجبرك سام اوف كارنت ات اني نود ان ذا كارنت ماست بي ايكوال زيرو. يعني بقدر اقول هنا انه هاي المعادله بتصير عندي انه اي 1 ماينس اي 2 ماينس اي 3 equal zero لما انقل الاي 1 واغير عفوا الاي 2 والاي 3 واغير الاشاره، ولو خليتهم بهذا الشكل صحيح 100%. الكرنت الفولتج او الكيرشوف فولتج لو اللي هو الكي بي ال والفور كلوز لوب، لا يجب ان تكون الدائره حلقه مغلقه. فور كلوز لوب ذا سم اوف ذا الجبريك فولتج ايكوال زيرو. يعني مثل هذه الدائره انه الفولتج على السورس على البطاريه زاد البي 1 زاد البي 2 زائد البي 3 ماست بي ايكوال زيرو، وببدا من عند نقطه. لو بديت انا من عند هذه النقطه انا ماشي، شو لقاني القطب السالب كم قيمه البي؟ بقول ماينس في اس. الان انا ماشي ما في شيء، لقيتني الان قطب بوزيتيف وعليه ايش جهد في 1، بما انه لقاني البوزيتيف بقول زائد في 1 ماشي، لقاني ايش الفي سي، بس لقاني ايش القطب سالب بحط ماينس في سي ماشي، لقاني قطب موجب اسمه في 1 زائد في 1 هاي، رجعت لنفس النقطة خلاص ايكوال زيرو. طبعا هذه للأمانة ما إلها أي معنى لانه انا بتكلم عن واللوب. بما انه انا بتكلم عن واللوب، اذا التيار المار اللي هو الاي سي وهان الاي 1 وهان الاي ال كلها ايش؟ كلها متساويات. ليش؟ لما تيجي انت تنقل هذه هون بصير عندي ايش؟ الاي اس ايكوال اي 1. فبالتالي كل الكرنتس المار في الدائره، يعني ذا كرنت ان سيركت is constant. السبب في ذلك لأنه إيش؟ one loop. نجي للدائرة هذه لو أنا بدي أعمل عليها KCL. أخذنا مثلا عند النود A، هذه النود A من داخل عليها؟ داخل عليها الـ I2، داخل عليها الـ I5، طالع منها الـ I4، وكمان طالع منها الاي 1. فبقدر اقول الطالع او الداخل على الجوينت اللي هو الاي 2، ومين كمان داخل الاي 5، ومين الخارج؟ الخارج اي 1 زائد الاي 4. لاحظ الان الاي 2 والاي 5 لما تنقل على الطرف الثاني راح يصير ايش؟ بوزيتيف. خذ عند اي نود، هذه النود مثلا، هذه مين داخل عليها؟ السي. هذه النود سي، ات سي داخل عليها الاي سي داخل، وداخل عليها الاي 3 هي زائد الاي 3، ومين خارج؟ الاي بي. اما ان اكتبها بهذا الشكل او اقول الاي سي زائد الاي 3 ماينس الاي بي ايكوال زيرو، لكن هذه افضل شيء لانه او بقدر اكتبها بالطريقه اللي بدي اياها، وفي النهايه بكون معادلات وبحل المعادلات باي طريقه بدي اياها، بالحذف بالتعويض اللي بدي اياه. نجي هنا للكي بي ال او الكيرشوف كارنت، عفوا الكيرشوف فولتج لوب، وانا باخذ اي لوب وبمشي فيها.
طبعا هو هنا ماخذ اللوب هذا واللوب هذا واللوب، انا ممكن اخذ اللوب كامل هذا وامشي فيه واكون معادلات عادي. لو اخذت للهول لوب ابدا من عند اي نقطه، ابدا من هنا صار عندي مثلا ماينس بي اي ماشي لقاني ماينس، هنا كمان لقاني ماينس، كمان ماينس في 1 ماشي لقاني بلس في 2 هاي بلس في 2 ماشي، هذه ال في سي لكن لقاني ايش قطب سالب ماينس ال في سي، ارجع لقاني بلس بلس ال في 7 هنا لقاني ماينس ماينس ال في دي، رجعت لنفس النقطة اللي بديت منها اللي هي هاي، خلاص بقول ايش يساوي زيرو. هذا اخذت على الهول لوب كامل. واضح يا شباب كيف يمشي باللوب؟ واضح، بس ما فهمت كيف الباث، يعني هل الباث ايه مثلا وين امشي بالضبط؟ لا شوف خلينا نتفق على شغله، الباث انت بتختاره ماشي؟ ايوه. طريقة المشي كمان انت بتختارها، يعني تمشي مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة برجع لك. اختار انت مثلا الي باث، خليني امشي انا وياك فيه. طيب اختار اي اي باث بدك اياه. البي انت اخترت الباث بي صح؟ ايوه. الباث بي منين بدك تبدا؟ انت شايف المؤشر وهو بتحرك؟ ايوه. مسموح لك تمشي من هنا، مسموح لك من هنا، مسموح لك من هنا، مسموح لك من هنا. منين بدك تبدا؟ من هنا؟ من هنا ايوه. طيب ماشي، الان انت ماشي، انت بدك تمشي هيك صح؟ ها؟ ايوه. طيب بدك تمشي، بس في شرط وانت بتمشي لازم ترجع لنفس النقطة. معاي؟ ايوه ايوه. طيب، الان انت ماشي في الباث بي. هاي الباث بي. طيب. هاي. بدك تمشي مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ مع عقارب الساعة. يا سيدي ماشي، أنت ماشي هيك صح؟ إيش أيوه. لقاك؟ بي ثلاثة صح؟ بي أيوه. وأنت داخل على بي ثلاثة شو لقاك القطب؟ موجب. بقول زائد موجب بي زائد بي ثلاثة صح؟ أيوه. كمل. كمل. تكمل هيك ولا ترجع هيك؟ عادي ولا لا ماشي، انت ماشي في اللوب بي، انت قلت لي امشي في اللوب بي وهذا هو اللوب بي خلاص، بس امشي بالدائره يعني يصير مجبور محددها هنا. اللي انت محددها يعني يصير مجبور اني امشي عند ال في 5 اللوب اللي انت بدك اياه ماشي خلاص في 5 الان. أيوة انت خلصت من هذه صح؟ ايوه. الان على البي 5، بس على البي 5 انت ايش لقاك اول شيء؟ موجه في 5 زائد هاي في 5. كمل في هنا شيء؟ لا خلاص. ايوه انا راجع الان ايش لقاني؟ في اي. بس ايش لقاك الاشاره؟ سالب سالب في اي. هاي سالب يعني في اي صح؟ يساوي صفر. رجعت لنفس نقطتك؟ ايوه يساوي صفر. السالفه هنا نفس السالفه فوق، نفس الدائره الكهربائيه اللي فوق. وين؟ فوق يعني شوي. هذا اللوب نفس هذا اللوب؟ لا 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 اللي فوق، اللي فوق السؤال اللي قبله. نفس الشيء طبعا، نفس الشيء نفسها صح؟ نفس الشيء. هلا هذا فوق، هلا بتتكلم انت عن كرنتس طبعا. ايوه. يعني لاحظ الان هاي الكي بي ال، ودي اخليك مثلا تمشوا باللوب، هذا اللوب مثلا خلينا نسميها هذا اللوب اسمه لوب اي صح؟ ايوه. وبدي ابدا من هنا وبدي امشي مع عقارب الساعه، وايش لقاني؟ نيجاتيف صح؟ اي نيجاتيف. بس وانا بحل بقول له انا ماشي في لوب اي، وبقول له السميشن للجهد لازم يساوي زيرو، وانا ماشي الان شو لقاني؟ نيجاتيف في 1 صح؟ هاي نيجاتيف في 1. بعدين لقينا بلس في 2 صح؟ ايوه. اكمل ها؟ لقينا موجب في 4 في 4 ماينس في بي صح؟ ماينس في بي في بي ماينس في 3 في 3 ايكوال 0. ايوه وضحت؟
وضحت. ممكن احط مثال من عندي مشان يوضح الفكره؟ عادي عادي، خلنا مثال من عندك. بس خلينا اركب الهارد ديسك. خذ راحتك. والله الحين فهمتها، ما كنت فاهمها بالكلاس. ان شاء الله راح اطرح مثال راح تفهموا اكثر، وان شاء الله رب العالمين. شايفين الشير فايلات اللي بدخل عليها؟ ايوه. هاي فايل سيركت، وهاي هذا الفايل، هاي كي بي او، هاي شابترته. بسم الله الرحمن. شايفين هذا الان؟ هذا كويس، مثال لقاني كويس اللي هو هذا على الكي سي ار. ها؟ على الكي سي ار. شوف الان شو قايل لي هنا. فايند اي 1 اند اي 2 اند اي 3. لو جيت انا الان عند النقطه هذه ايه؟ شايفينها؟ شايفينها حبايبي؟ ايوه شايفها. طيب الان الاي هذه مين داخل عليها؟ اي 1 صح؟ ايوه. ومين خارج منها؟ خارج منها 2 وخارج منها 12 مظبوط؟ ماشي. أيوة. فبالتالي بقول ات اي الاي 1 اللي هو الداخل يساوي الخارج 2 زائد 12، فبالتالي الاي 1 كم يساوي؟ 14 امبير. 14. طيب اجي الان عند النقطة سي هاي. إيه؟ لو قلت ات سي هذا الأربع أمبير خارج ولا داخل؟ خارج. يصير موجب. ممتاز. لا أنت سيبك من الموجب والسالب، أنت خذ خارج يساوي داخل. هاي الأربعة خارج. طيب الآي 3 خارج ولا داخل؟ 14 داخل. لا لا. آي في داخل. آي 3 خارج. خارج. هاي 4 زائد الاي 3 خارجات. الداخل مين؟ 14. انقل هناك 14. كم تساوي؟ 14 ناقص 4 10 امبير. 10. طيب شوف الان الاي 2، هاي الاي 2 هاي النود اللي عندها. طيب اذا بتلاحظ على هاي الاي 3 زائد الاي 2 داخلات صح؟ يعني الاي 3 زائد الاي 2 داخلات صح؟ مين الخارج؟ 8. مضبوط؟ ثمانية. طيب الاي 3 طيب الاي 3 عندك 10 انا طلعتها زائد الاي 2 كم تساوي؟ 8. اذا الاي 2 كم تساوي؟ 2 امبير. طيب هنا في ملاحظه مهمه، هل الكرنت طلع معي سالب؟ على فكره الكرنت يعني لما تيجي تقول لواحد الكرنت سالب 2 بقول لك ما فيش كرنت بالسالب. اشاره السالب تعني ان الاي 2 مش داخل على النقطة طالع منها. يعني عكس اتجاه اللي شاور اتجاه. عكس الاتجاه. الآن شوف الآن بالحل كيف بنساوي. يا إما أمشي بنفس الاتجاه وأخليه داخل واستعمل في الحسابات سالب 2، أو أفرضه خارج واستعمل 2 بدون سالب. وضحت؟ أيوه. طيب خلينا الآن ناخذ على الكي بي آر. ايوه شوف هذا على الكي بي ال. شو بقول لي؟ بقول ان ذا فيجر، هذا الفيجر اللي عندنا
بقول لي أوجد V1 V2 V3. الآن لو جيت بدي كم عندي لوب؟ عندي 1 2 3 صحيح؟ مزبوط يا شباب ولا لا؟ مزبوط. طيب هو فعليا عندي أكثر من 3 لوب، لأنه هذه ممكن أعتبرها لوب الكبيرة، ممكن أعتبر هذه لوب. الآن بدي أوجد V1، كيف ممكن أوجد V1؟ بمشي في اللوب هذا، هذا بسميه لوب واحد، بقول على اللوب واحد شو في عندي؟ سالب 20. هيها أنا ماشي، بديت من هنا لقاني سالب 20، بعدين إيش لقاني؟ سالب 25، بعدين إيش لقاني؟ زائد 10، بعدين إيش لقاني؟ زائد V1. رجعت لنفس مكاني صحيح؟ هاي يساوي صفر. سالب 20 سالب 25 سالب 45 زائد 10 سالب 35، نقولها على الطرف الثاني تطلع معي الـ V1 equal 35 فولت. هاي الـ V1 35 فولت. طيب أجي أطلع الآن الـ V2. طيب كيف ممكن أطلع الـ V2 أنا؟ ناخذ نقطة. شوف أنا لو جيت أخذت اللوب هذا بكون عندي مجهول الـ V2 والـ V3 صح؟ أيوة. طيب أنا أهم شيء في الـ KVR إني أمشي لوب، وما بيهمني شكل اللوب، أنا بيهمني أبدأ من نقطة وأرجع لها. أنا الآن شوف ودي أمشي هيك، بصير ولا ما بصير؟ طيب يلا نبدأ. سالب 20 سالب 25 زائد 15 زائد V3، هاي نراجع ها؟ يساوي كم؟ صفر. سالب 45 سالب 45 هنا بصير عندي سالب 30. سالب 30 على الطرف الثاني اذا موجب 30. اذا ال V3 كم تساوي؟ هاي 30 موجب 30. هاي صح؟ صحيح. طيب ممكن الان امشي في اللوب هذا واطلع، ايوه اطلع ال V2 لانه ال V1 معروفه وال V3 معروفه، او امشي في اللوب هذا، هذا اللوب شايفينه هذا، ابدا من هنا وامشي هيك واقول سالب 10 زائد هي السالب 10 زائد 15 سالب 10 ناقص ال V2 ايكوال 0 صحيح؟ ايوه ايوه سالب 10 زائد 15 5 صح؟ صح. اذا ال V2 كم تساوي؟ 5 فولت. هي ال V2 كم تساوي؟ 5 فولت. وضحت هاي الامور كيف تمشي بالكي بي ال والكي سي؟ وضحت. ها؟ واضحة. طيب نتوقف اليوم يا هانا لأنه بقية الشابتر 2 بده شغل، فبالتالي مشان بقية الشباب يكونوا داخلين ويفهموا أكثر. تمام. أي استفسار؟ متى الحصة الجاية يا دكتور؟ على موعدنا، هو موعدنا احنا دائما أحد وثلاثاء صح؟ بس لازم نزود حصة مشان صحيح لازم. استفدت اليوم الحمد. ايه نزود حصة عشان ايه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا يعطيكم الف عافية شباب. وافي شباب وافي. يعطيك العافية دكتور. الله يعطيكم العافية.